ينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات الأستاذ كامل الحساني. مساء الخير أستاذ كامل. مرحبا بك. مرحبا بكم. فاجعة بمعنى الكلمة، حقيقة أودت بحياة 6 قتلى من التلاميذ و14 مصابين في مدرسة زينب في الهارثة. كيف تصفون هذه الحادثة التي تكررت وتتكرر على مدى سنوات؟ يعني بالبداية نعزي أهالي الضحايا ونسأل الله أن يمنحهم الصبر والسلوان، ولكن هذا واقع في العراق. يعني إسقاطات يومية هذا الإجرام بحق الطفولة، وكل الأجيال العراقية تتعرض إلى إجرام يومي من قبل السلطات. الضحايا على مدار الساعة تجري للكبار والصغار. فيما يخص الأطفال، يعني هذا أصبح واقع أنه العوائل العراقية لا تأمن على إرسال أولادها للمدارس، ليس فقط بسبب الحوادث المرورية وإنما تجاوزات السلطات نفسها. وقبل أيام كنا تابعنا فضيحة في التعليم العالي وتجاوز أساتذة وقيادات تعليمية على طالبات ابتزازهم في قضايا جنسية، وستستمر هذه الحالة ما دام لا يوجد حساب وعقاب. نحمد الله أنه القوة العشائرية، القوة المجتمعية في البصرة وغيرها، هي اللي تحافظ على ما تبقى من منظومة السلام والنظام بين الناس وعلاقاتها فيما بينها، وإلا اللجوء إلى المؤسسات هو إجرام. لا تستطيع أن تلجأ إلى مؤسسات الدولة إلا إذا عندك واسطة ترتكب جريمة أو ترتشي. هذه القضية التي يجب أن نركز عليها حتى نستطيع أن نأمن على حياتنا وسلامتنا وأرزاقنا في العراق. طيب أستاذ كامل، اليوم من الصعوبة بمكان على البالغين العبور من الطرق السريعة نتيجة يعني سير السيارات بسرعة قصوى، فكيف بالتلاميذ، تلاميذ مدرسة ابتدائية يعبرون في كل يوم الأرقام بين 600 إلى 700 يعبرون من جانب إلى جانب، لماذا لا يتم بناء مدرسة في جانب البيوت التي فيها الأهالي ولا يضطرون إلى العبور إذا لم يكن هناك إمكانية بناء مجسرات؟ هي المشكلة أنه خرائط المدن العراقية كلها كسرت بالفوضى الجارية. يعني تجاوزات السلطات والجهل الذي تعانيه الإدارات المحلية، بالإضافة إلى الفساد والتجاوزات، إن الناس ما عندها ثقة بعد بالمنظومة الحكومية، فبدأت تتجاوز هي بالكيفية الجارية الآن، تجاوزات على الزونات الزراعية والسكانية والصناعية كلها اختلطت. أما فيما يتعلق بالطرق السريعة، لا يوجد تطبيق لقانون الطرق اللي صدر يوم النظام السابق وتم عاد ترتيبه بالنظام الحالي. ماكو أحد يطبق قانون الطرق والجسور الحالي، ولهذا كل شوارعنا وخاصة السريعة هي فاقدة لشروط الطريق السريع المتعارف عليه داخل العراق وخارج العراق، ولهذا لا يوجد أمان لا بالطرق السريعة ولا بالطرق الفرعية بالنسبة للمدن العراقية، وهذه المشكلة الرئيسية. طيب اليوم أهالي الطلبة المكلومين يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن الحادث، من يتحمل مصرع هؤلاء الطلبة وجرحهم؟ المحافظة أم التربية أم المرور؟ من يتحمل هذه المسؤولية؟ لا يوجد حساب وعقاب، وهذا أصبح من الواقع مثل ما بينت. المحافظ هو باقي وسيبقى، وحتى تذكرون لما انتخب لمجلس النواب رفض الالتحاق وبقى بالمحافظة، لأنه باللحظة اللي يفقد منصبه سيتم كشف كثير من الملفات، والحقيقة هو سعد العيداني عليه كثير من الملفات هي أخطر من موضوع مخالفة بلدية أو مرورية مثل هذه اللي أدت إلى قتل مجموعة من الأطفال، ولهذا لن نتوقع محاسبة. الأمر الآخر أنه العيداني وغيره هم باقين في المسؤولية وسيبقون حتى يغادروا العراق، فما يهمهم إذا تعرضوا أهالي البصرة إلى فواجع حياتية سكانية بيئية. يعني لن توقع حتى محاسبة
لا سمح الله اذا ضربت البصره او بغداد او اي مدينه عراقيه بقنبله ذريه او كيميائيه، طالما لا يوجد حساب وعقاب لهذه المواضيع. قام مقام قضاء الهارثة نذير الشاوي يحمل الجهات الحكومية في البصرة المسؤولية، ويقول أنه يعني طالب ببناء 4 مجسرات منذ عام 2019 و2021، ولكن لم تتم الاستجابة لبناء 4 مجسرات في قضاء الهارثة لهذه الأغراض. بالتالي إذا كانت هناك قاعات أعراس تحرق، مستشفيات تحرق، مثل هذه الحوادث التي يذهب ضحيتها أطفال أبرياء، متى ستصحو السلطات والجهات الحكومية وتحاسب بعد كل هذه الفضائح والجرائم التي يعني يقع ضحيتها المواطن العراقي؟ لا يوجد حساب، حتى وإن تم بناء هذه المجسرات وهي بنوا الكثير منها ولكنها مهملة بلا إدامة، السلطات ما لها علاقة بها ولهذا متروكة للهواء والشيطان. يعني حتى الناس ما عندهم ثقة بهذه المجسرات لأنه ما بها السلامة المطلوبة وفقا لمواصفات السلامة المعروفة، ولهذا حتى الناس عندما تريد أن تستخدم هاي المرافق العامة ما عندها ثقة بها ولهذا تتجاوز لأنه ما عندها ثقة بكل المنظومة اللي هي مسؤولة عن البناء والإدامة لهذه المجسرات. أيضا هناك خلافات شهدناها على منصب محافظة أو محافظة البصرة أسعد العيداني، تم تثبيته بعد خلافات. اليوم هل تستطيع حكومة الإطار المدعومة من الميليشيات أن تحاسب أسعد العيداني، أو ربما تتخذ مثل هذه الحوادث ذريعة حتى يعني تحصل على منصب المحافظ ربما؟ لا، الميليشيات ليست وحدها اللي هي مصرة على بقاء المحافظ، وإنما حتى الشركات النفطية لها دور باستقرار الأوضاع، ولو أن الأوضاع الجارية بالبصرة وغيرها هي عملية إجرامية ضد البسطاء والضحايا وحاضر ومستقبل المحافظة والدولة العراقية، ولكنها مصرة على استقرار هذا المحافظ وما يهمها إذا أجي أسوأ منه. وكنا تابعنا كيف أنه عدي عواد هذا البعثي السابق اللي أصبح ميليشياتي من الدرجة الأولى واللي قطر إجرام وشر إلا قليلا كان أصبح محافظ البصرة وأصبح مقبول، فأنه التخلي عن أسعد العيداني بالوقت الحاضر غير ممكن لأنه أكو أطراف ميليشياتية وأطراف مرتبطة بالشركات النفطية تريد هذا الاستقرار اللي يوفره أسعد العيداني أو أي واحد أفسد منه أو أكثر شررا منه أسعد العيداني. نعم، أيضا حسب أرقام وزارة الصحة وحسب الوزير يقول أنه في عام 2022 وحده لقي قرابة 5000 شخص مصرعه في العراق نتيجة حوادث الطرق، وكما يعني قرأنا في الخبر 11 حالة وفاة يوميا جراء الطرق. إلى أي مدى هناك استهانة من الحكومات بأرواح العراقيين إذا كانت هناك الطرق غير مؤهلة ولا يتم فحص المركبات بالطريقة الصحيحة ولا يتم حتى إعطاء الإجازات بطرق سليمة للسائقين؟ هي هذه جزء من وجه الفساد، انه لا تطبيق للضوابط المتعلقه بالمراكب وبالسواق ومستمره. اما موضوع الحديث عن الضحايا مثل ما وضحت انه القيادات الحكوميه المحليه والاتحاديه ما يعنيها السكان والعوائل والاطفال لانه اولادهم موجودين بحمايه وخدمات قوافل من الخدميين والامنيين واغلبهم خارج العراق، فماذا يعني انه 6 اطفال بالهاتم فقراء البسطاء يعني لقوا حتفهم بهذه الحادثه؟ ما يعنيهم هذا. حتى هالمسائل التعازي الاعلاميه المحليه كلها صوريه ولن تنتج الا مزيد من الجرائم والمخالفات ومزيد من الضحايا بالنسبه للبصره وكل المحافظات العراقية. نعم، شرطة البصرة أيضا تقول أن سائق الشاحنة فقد السيطرة عليها بعد عطل في المكابح. أيضا من المسؤول عن التأكد من سلامة المركبات وسيرها في هذه الطرق خصوصا المركبات الكبيرة ذات الحمل؟ يعني هي وزارة الداخلية والمؤسسات المرورية التي تجري فحص والمكاتب التابعة لها، والكل يعرف أنه
لا يمكن انه تفحص انت سيارتك الا اذا ما عندك واسطه وتدفع وتاخذ. ولهذا مثلا حتى المدن العراقيه وخاصه الجنوبيه اصبحت مكب للسيارات المعطوبه اللي نعم تصدر من امريكا، من اوروبا، من اسيا، لانه كل الامور ممكنه طالما هنالك فساد ودفع ورشاوه وضغوطات نعم نعم ومافيات، فهذه مستمرة ولن تنتهي. شكرا لكم الأستاذ كامل الحساني، رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات، كنت معنا من واشنطن.